انتقلنا هلا لفقرتنا الطبيه، بدنا نحكي عن التقلب الفصلي وتاثيراته على صحه الجسد، وخصوصا بفصل الصيف قد ايش الجسم ما نرمين هون بصير الجسم بحاجه للسوائل اكثر لحتى يحافظ على الرطوبه ويضل رطب وصحي كل الفصل. صحيحة عفاف، وهي واحدة من المشكلات اللي بيعاني منها الجسم خلال فصل الصيف وهو الجفاف ونقص التروية. لنحكي أكثر عن هي المشاكل وكيف نحن ممكن نتلافاها أو حتى نعالجها. أكيد بيسعدنا نرحب بالدكتورة هبة عبيد، وهي دكتورة مقيمة بأمراض الجهاز الهضمي وخبيرة التغذية. صباح الخير واهلا وسهلا. صباح الفل، يعطيك العافيه، كل عام وانتم بخير. صباح الخير وانت بألف خير يا رب. خلينا بدايه نتعرف على المشاكل الصحيه يلي بسببها فصل الصيف. هلا ايش يعني المشاكل؟ مثل ما كنتوا عم تحكوا انه هي مو نقص السوائل، يعني الجفاف بشكل عام. الجفاف ما بيجي بس من نقص السوائل، يعني احنا عندنا فكره غلط عن هذا الموضوع. الجفاف بيجي نتيجه نقص الكهارل، يعني الشوارد. يعني هو ترطيب الجسم بيعتمد على السوائل، يعني إماها ماء، وإضافة للشوارد اللي هي مغنيسيوم وصوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم. فنحن لما بيصير عندنا فقد للسوائل عن طريق التعرق وعن طريق التبول مثلا بالصيف أكثر شيء التعرق، فبصير عندنا فقد للشوارد، فهذا الشيء اللي بيدخل الجسم بحالة جفاف. تعويض السوائل مش بس هو الحل، يعني عرفتوا كيف؟ يعني انه الناس، في كثير ناس بتشرب مي كثير ورغم هيك بصير عندها مثلا نقص شوارد، لان كل شيء بيقولوا بيزيد عن حده بيقلب ضده. يعني كمان زياده الكميه بتاثر سلبا، المفروض الواحد يحافظ على حاجته من السوائل. هلا بس عفوا هون بموضوع السوائل، بنشوف كثير في اشخاص بيقولوا لك انا ما بحب المي، يعني انا ما بقدر اشرب مي حتى بالصيف، او بينسوا يشربوا مي وحتى بيتناولوا يمكن السوائل بالمشروبات الثانيه، يعني كاسه المي هي العاديه ما بيستسيغوها. هذول كيف ممكن يعني يتعاملوا؟ بصراحه كمان هي مشكله كثير شائعه، انه نحن الناس بتعتمد على المشروبات، مثلا عصائر الفاكهه، المشروبات الغازيه، انه كنوع من المرطبات، مع انه هي بالعكس هي بتسبب تجفاف للجسم، لان هي بتلعب دور مدر. لما انا بيرتفع عندي نسبه السكر بالدم الجسم بيطرح السوائل، فهذا الفعل الادرار بفكر حاله الواحد انه انا مثلا خلص شربت سلس او شربت كوكتيل او هي انه انا خلص اخذت حاجتي من السوائل. بالعكس هذا تاثيره سلبي، يعني نحن بعد كل كاسه عصير المفروض يشرب الواحد كاسه مي حتى يعوض الشيء النقص اللي صار. بس نوضح اكثر هون الفكره، انت كنت عم تحكي عن موضوع الشوارد، الشوارد اللي هي ممكن بكاسه المي نلاقيها. هلا كنت جاي احكي عن هذا الموضوع، انه نحن هلا كنت عم بحكي انه شرب المي كمان مو هو الحل، انه شرب المي الكثير كمان ما بفيدنا، لان شرب المي الكثير كمان بدخل الجسم حاله انسمام مائي، كمان بصير عندنا فقد شوارد. فالحل نحن بهيك حالات انه نعتبر اول شيء حاجه الجسم من المي، هي بتختلف حسب عده عوامل، يعني من شخص للثاني، سواء مثلا سرعه الحرق، نمط الغذاء، نوعيه الغذاء، ممارسه التمارين الرياضيه. يعني واكيد الشخص اللي قاعد بالبيت ما عم يساوي شيء ما راح يحتاج مي مثل اللي عم بالجيم وعم يلعب ويتمرن، هي الفكره. ثانيا لما انا بدي اعوض سوائل مي، فالافضل انه انا يكون معي شوارد. كيف يعني؟ مثلا لتر المي فينا نضيف له معلقه ملح بحري او ملح هيمالايا، وملح الهيمالايا الاصح يعني، بس ملح البحري هو متوافر اكثر وارخص. فملح البحري فيه 93 معدن، يعني في مغنيسيوم وبوتاسيوم وصوديوم وكالسيوم، يعني في مجموعه شوارد غير الملح العادي. الملح العادي هو بس كلور الصوديوم، يعني ما بفيدني، يعني بيعمل لي خلل بالتوازن شوارد بالجسم. اما الملح البحري في مثلا في مغنيسيوم وبوتاسيوم اللي بيعدل كلور الصوديوم، فبصير يعني بحافظ على البالانس انا ضمن جسمي. فتعويض شوارد بيكون بهي الطريقه، انه اما مي لتر مي كبير او لتر ونص مع معلقه ملح خلال يوم بشربه الواحد، او عن طريق مثلا بعض الاغذيه او مثلا اللبن، العيران كثير مهمه، الخضره الطازجه بتحتوي كمان نسبة مي محترمة، يعني الخيار، الخس، هدول كتير بيساعدوا الجسم انه هيك يضل فريش ونشيط. اما شرب المي الكتير، يعني انه كل شوي واحد معلقه الملح، يعني نحن مثل كان عم نقول نشرب مي مالحه، يعني لا هي ما بتاثر هيك، يعني ما بتحسيها هالقد، لان هي لترين تقريبا معلقه صغيره، يعني شيء كتير بسيط اصلا. هو حاجه الجسم من الملح على طول اليوم تقريبا معلقتين صغار،
فنحن بناخذهم من الاكل، بس نحن هذا الملح عم نستخدمه سيء. خلينا نروح للاشخاص يلي بفصل الصيف ما لهم حال يتنفسوا ولا ياخذوا هواء نهائيا، بيقول لك انا ماني قدران حتى اتحرك او احرك ايدي، بصير عندهم ارهاق بجسمهم وارهاق حتى، كيف هون بهي الفتره تحديدا كيف نحن بنحافظ على رطوبه الجسم وعلى الرشاقه وعلى الحركه هيك النشاط الحيوي؟ هلا بصراحه الارهاق بغض النظر انه الشوب يعني بيلعب تأثير كتير كبير علينا نتيجة الجفاف اللي بيصير بالجسم، كمان في كتير عامل مهم بالصيف الناس كلها بتعمله كلها هو السهر. فخربطة النوم أو السهر، إنه الواحد ما بينام لوجه الصبح، أو يعني النوم غير الصحي يعتبر. هو النوم الصحي إنه بالليل أقل شيء 6 ساعات يعني، فبتلعب بالنظام الهرموني. هلا ممكن انه جسمك يمرق لك انت مثلا يوم بالاسبوع فرضا، يوم بالشهر سهرتي عادي، بس في ناس هذا نمط حياتها. فانا لما الواحد ما بياخذ حاجته من النوم، لان خلص الساعه البيولوجيه بتشتغل انه انا المساء لازم نام، فبيرتفع عندي هرمون النمو، بيحسن الجسم، بنظف الخلايا، يعني بيحرر الجسم من السموم، حتى الدماغ بيكون الواحد انشط. بنوم النهار ما في هذا الشيء. صحيح. كمان حتى لما الواحد بيضل صاحي بالليل بيرتفع عنا هرمون الكورتيزول، بيرتفع الانسولين، بتشوفيه كل شوي جوعان بده ياكل. حتى على مدار اليوم على فكره مدار يعني حتى اذا نام بالنهار وتحس بيضل عنده شراهه للاكل، يعني هلا بيخلص الوجبه لسه شيء بده ملح، شيء بده حامض، شيء بده، هاي نتيجه يعني خربطت النظام يعني الهرموني. خربطت النوم هي المشكله الاساسيه، خربطت النظام الهرموني طبعا. يعني نحن ما بنوع على موضوع انه الصحه او الجسم او الهيئة انه هو بنظام هرموني دقيق جدا، فانا اي شيء بياثر على الهرمونات بيودي الواحد في داهيه زي ما بيقولوا. طيب خلينا نحكي عن ابرز المتممات الغذائيه اللي برايك اليوم او ينصح بتناولها خلال فصل الصيف. هلا بالنسبه للمتممات الغذائيه، مثل الافضل انه كل شيء فينا نحصل عليه من الغذاء ناخده، يعني من الغذاء الصحي. المو متواجد بالغذاء نتيجه نوع او اخر، يعني سبب او اخر، مثلا مثل انه طريقه الطهي، انه المبيدات الحشريه، هيك كلها بتاثر مثلا على بعض المعادن الفيتامينات. فانا بنصح بالمغنيسيوم، انه المغنيسيوم كثير مهم الواحد يحصل على حاجته منه، لان غالباً معظمنا عنده نقص مغنيسيوم، يعني حاجته يومية وبكمية كبيرة ونحن ما بنحصل عليها نهائياً. يعني أقول حتى نحصل حاجتنا من المغنيسيوم عن طريق الأكل بدنا تقريباً شي 7 أكواب خضرة خضراء طازجة ومطهية، عن طريقة الحصول عليها من الأكل شوي صعبة. فتعويض المغنيسيوم كتير ضروري، هو من الشوارد المهمة جداً للجسم، حتى بتساعد على النوم بعمق، بتساعد تخفيف من الاكتئاب، آلام الظهر. هلا أحياناً في مثل في الفيبروميلاجيا، انه هي متلازمه التعب المزمن، مثل ما عم تقولي، بحس الواحد حاله انه كل شوي تعبان ومرهق، مع انه كل العوامل يعني كل جسمه سليم. فهو يمكن يعني في بعض الدراسات بتقول انه قد يكون نقص المغنيسيوم هو السبب فيها. فاللي بيتابع المغنيسيوم مثلا فتره 3 شهور بيلاحظ الفرق، نشاط جسمه، آلام الظهر كلها بتخف، الاكتئاب حتى بيتحسن جدا. في عندنا فيتامين د طبعا. عفوا بس لنركز، كونه ركزتي على المغنيسيوم، بيتاخذ هو بجرعات معينه فينا نقول هلا ولا هو لا موجود؟ لا طبعا بيتاخذ بجرعات معينه. هلا الافضل هو 400 ملي جرام باليوم بناخذه المساء، لان هو بيرفع الميلاتونين فبيساعد على النوم بعمق. يعني بينعس، مو انه الواحد ياخذه خلال الشغل. يعني بعد شيء نص ساعة ساعة الواحد بيهدى جسمه وبينام. فهو هذا الأفضل، المغنيسيوم أنا كتير بنصح فيه. في عندنا فيتامين دال، هلا نحن بيقولوا إنه صيف وشمس وعم ناخد حاجتنا منه هيك، بصراحة نحن ما عم ناخد حاجتنا منه أبدا، لأن نحن عم نتعرض للشمس بأوقات غلط. فالأوقات مثلا أوقات الذروة أو بعد الساعة 8 بالصيف، فإنه هاي الشمس ما بتعطينا فيتامين دال، بالعكس تأثيرها بيكون ضار. ففيتامين دال نحصل عليه قبل الساعة 8 الصبح، مناطق مكشوفة من الجسم، أو قبل الغروب. يعني اللي عم يواظب على هدول مثلا شغلة ربع ساعة 3 ساعة باليوم ما في داعي ياخذ فيتامين دال، بس اللي ما عم يطلع بهالأوقات يتعرض للشمس طبعا برجع بعيد، انه من غير واقيات شمسية وبأماكن مكشوفة من الجسم، يعني الوجه، الإيد، هيك لحتى يمتصوا الجسم. أما اللي ما عم يحافظ على هاي الأوقات فكمان مفترض انه يدعم جسمه بفيتامين دال. طيب كل هاي المعادن والفيتامينات بتفتح الشهية، أي شيء بتاخذيه المتممات الغذائية بتفتح الشهية، هون شلون فينا نحاول نحافظ بنفس الوقت ما يصير عنا زيادة وزن؟ هلا نحن عنا هاي فكرة غلط عن المتممات، بيقولوا لك إنه كله بيفتح النفس. لا أبدا، هي ما بتفتح الشهية. نحن اللي بيفتح الشهية هو طريقة أكلنا الغلط، عرفتي كيف؟
نحن اي شيء بناخده بجرعته النظاميه وبوقته الصح ما بيأثر سلبا على الجسم ابدا. يعني مو انه يجي الواحد ياخذ كل ساعتين حبه فيتامين او من عنده يعني يقرر، ما بيصير. هلا لهيك انا ركزت انه الواحد ياخذها من الاكل افضل. يعني مثلا الفيتامين د كمان موجود بالبيض، بالزيت الزيتون، المغنيزيوم مثل ما حكينا انه طريقه الحصول عليها صعبه. اخر شيء بدي اذكر فيتامين اي لان كثير تاثيره مهم على البشره، الصبايا بيحبوه، فهو مضاد اكسده كثير قوي وفعال، وحتى بيساهم بعلاج الهالات السوداء. يعني الناس اللي بتشكي مثلا او كلف او هالات سوداء نتيجه السهر، وقت المناسب لحتى ناخذ فيه. كثير اغلاط شائعه وناس كثير بتاخذ فيتامينات ما بتستفاد عليها شيء لانه بيكون له وقت محدد. صح، هلا الافضل مو الوقت، افضل ناخذه مع نوعيه الوجبه. يعني مثلا فيتامين د وفيتامين اي منحل بالدهون. يعني انا ضروري يكون اكله وجبه فيها دسم، مثلا زيت زيتون، مكسرات، يعني حتى دهون، انه وجبه تكون ممكن تكون خفيفه، بيض، بعدين اخذ مع مثلا فيتامين د وفيتامين اي. لان اذا اخذناهم مع الوجبات مثلا مع سلطه وهيك ما نستفيد. هلا فينا في هي متممات بتكون مجموعه سوا، مثلا فيتامين اي وفيتامين د، بس لا الافضل ما ناخذ شيء سوا، نحن الافضل ما نخلطهم سوا. الافضل يعني انه هلا فيتامين د احدث الدراسات قالت انه فينا نحن ناخذه كمان بالليل، لان كمان بيساعد على تخفيف التوتر والقلق. مع انه اغلب الناس كنا نحن نوصفه، وانا منهم يعني بصراحه صباحا لانه بنشط، بس الناس اللي عندها قلق انه حسب اخر دراسات انه عادي نحن ناخده بالليل بيهدي الجهاز العصبي. فهي اهم شيء انه نوعيه الوجبه مشان يمتص. يعني انا شو بدي استفيد اذا اخذت فيتامين وما عم يمتصه جسمي؟ لا، صحيح، امتصاص كثير مهم. نتشكر وجودك معنا اليوم دكتوره، ولكل المعلومات والنصائح اللي قدمتي لنا اياها اليوم. الله يسلمك يا رب. شكرا لك. ولو اهلا وسهلا.